رغم تبني الأمم المتحدة نهاية ديسمبر الفائت قراراً بالأغلبية لحظر انتشار الأسلحة النووية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعارض هذه الأسلحة، بل يرى فيها أداة كي يعود العالم إلى رشده وجعل أمريكا بلداً عظيماً كما كانت. يرى البعض في سياسة ترامب عودة إلى عصر أمريكا الكولونيالية وطموحاتها في التوسع والسيطرة، أما الحديث عن عزلة واشنطن وانكفاء ترامب نحو الداخل الأمريكي فهي بروبوغندا حققت أهدافها في السباق نحو البيت الأبيض أثناء الحملة الانتخابية. فهل العالم مقبل على سباق تسلح؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام المقبلة.